أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة
فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما
تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصلين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين
تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ثم
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى نسمع يا ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين